كشف صندوق النقد الدولي عن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي. وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لتجنب هذا التراجع. جاء ذلك ضمن فصل من تقرير الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي المقبل، إذ أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطارد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009. توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف، وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، لكنها أكدت أن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات لهذا العام. أضافت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2,250,000 برميل يوميا في 2024، وبمقدار 1,850,000 برميل يوميا في عام 2025، ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي. هذا ومن المقرر أن تعقد أوبك بلس اجتماعا في يونيو المقبل لتتخذ قرارا بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن أدى استمرار التضخم إلى تراجع تفاؤل تجاه خفض الفائدة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر في ظل تأهب المتعاملين لهجوم محتمل من إيران على المصالح الإسرائيلية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتصل إلى $90.28 للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% وصل إلى $85.91 للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى $2.75 للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل نحو $2.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحاً بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو. هذا وأبقى البنك المركزي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة سعر الفائدة على الودائع عند 0.4%، كما هو الحال منذ سبتمبر الماضي في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار. ولكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر على المركزي الأوروبي تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكية تجاوز $1 تريليون في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام. أشارت الوزارة إلى أن الفجوة البالغة نحو $1.1 تريليون أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو $1.2 تريليون، وارتفاع النفقات بنسبة 3% لتبقى أعلى من $3 تريليون. كما أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات وزيادات في موارد الضرائب الشخصية أيضا. أكدت وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن سوق العمل لا يزال قويا إلى حد ما، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول بنسبة لبعض العمال المسرحين للحصول على وظائف جديدة. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 11,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، وبلغ نحو 211,000 خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل الحالي.
أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة ملياري يوان حوالي 281,820,000 دولار أمريكي، وبسعر فائدة يصل إلى 1.8%. وقال البنك المركزي الصيني إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وسارة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.